Ita karata gaba ita ce Fatima Adamu Ibrahim daga jahar Delta. Ati Hafsina Naqus. Bismillahir Rahmanir Rahim. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب. على عين قعيد. إذ يتلقى المتلقيان على عين تقول على عين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق 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 ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حديد في الدعاء خصوصيكم فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم أجرا فهم من
ظهرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب؟ نعم أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربك لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الرحمن الرحيم الحق كمل المدد المد ست حركات المد الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أم تسألهم أجرا قرب المايك نعم أم تسألهم أجرا نعم الإدغام لا خطأ أجرا أيوه تنوين بعده فاء التنوين بعده فاء أجرا فاء مجك يا نام أدغام متأثلة لا الإخفاء الشفوي الإخفاء الحقيقي أم عندهم الغيب اللام القمرية ما حكمها إظهار الإظهار فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب نادى وهو مكذوب المد نعم مد الواجب وهو مكظوم مد الواجب لا تجارة عيب الضغط
لولا أن تداركه. لو مد الواجب المنفصل. لا لولا أن تداركه. واجب المنفصل. نعم واجب المنفصل. باب واجب المنفصل يعني. جائز المنفصل. جائز المنفصل. أن تداركه نعمة. تداركه الهاء. نعم الهمس. نعم هو. نعم هو وتأتي مادتين. مادتين. لا أن تداركه نعمة. الهاء. عيب. لا مد الصلة قصيرة. بارك الله فيك.